تيسبريس. تيسبريس.com أول موقع إخباري إلكتروني بتسنيد جنوب المغرب. وكذلك القطاع يعني خطه المغرب الاخضر اللي كتستخدمها تقريبا في البلاد واحد 250 مليون ديال الدرهم لتقويه هذه المراعي على صعيد واحد العدد ديال الجهات اللي كتستقبل المشي. كاين اليوم واحد القانون اللي هو يعني تصوت في مجلس المجد وخصو يعني يخرجوا بعد يعني لي زاريتي ان شاء الله باش يدوز للتنفيذ لانه غادي يمكن لنا باش نحسنوا يعني المسار والجوده ديال الخدمات داخل هذه المراعي. هذه يعني ساكنه لها التقاليد ديالها ولها العادات ديالها ويجب باش نمشيو معها ونتلاقى يعني نتلائموا مع المتطلبات ديالها. والحمد لله انه يعني مدينه تيزنيت اللي كتحتضن يعني هذا المهرجان فهو جد مهم لان هي ملتقى خاصه كافور ديال هذا يعني الروعه الجهويين. واليوم كنشوفوا بانه جميع الجهات موجوده وكتبين على التقاليد ديالها. اذا الاستثمارات موجودين التقاليد يجب ان نحافظ عليها ونتمنى الله الخير لانه يعني كتعرفوا بانه كيتمشاو مع الشتاء فين كاينه وفين كاين الربيع وفين كاين الربيع. اليوم هما موجودين في المناطق الجنوبيه الناس كيمشيو ولكن ان شاء الله الخير جاي وغادي يكون واحد يعني ليكيليبر ان شاء الله.